عجين دي الطلبة صدق مني الحي صدق مني الحي قرب تقرب جاي قرب تقرب جاي تلقانك الهبراي تلقانك الهبراي في لحظة القرب في لحظة القرب. يعني يومين ده الإغاثة واقف، وخير دليل إنه اليوم كل الأمهات كل الأطفال كل النساء والرجال كل أهل معسكر زمزم خرجوا في تظاهرة سلمية معبرين عن رفضهم التام على أن السلوك اللا إنساني اللي بيمارس المؤتمر ما زال المؤتمر موجود، يعني في كل منظمات الأمم المتحدة موجود إنه يجوينا هنا. داروا جيب لنا إخاذتنا ده، لا وقف الإخاذة، حسي الناس قاعدين هنا جايتنا هنا لأن طالب إخاذتنا والدوين لأنك 6 شهور ما لقينا أي إخاذة، ما أخذنا أي إخاذة، ما في كرد استمر 6 شهور ده. والله له 3 سنين ده ولا لقيناه. كرد عنده صول عنده 6 كرد عملوا له كرد واحد، صول عنده 3 4 كرد عملوا له واحد. يا عليك هذا له ما يسأله أتاما عندي 2 أمه واحد أمه مات 2 وأبوه مات 3 ده. هذا له أنا هذا له أنا جندود 4 محل ده تردنا وده بهين أكل يدينا أكل شغل ما يدينا جيت أمي سام سام ده ها شوف سكر شود الكبار كله حاجات وسمنا بودو باكل ما تدونا قادر بس بختصب لنا بناتنا وبدق لنا اسمين أطفالنا وزال ما بقدر بطلع بمشي بزرع ذاته. أيوة وعسالة مع الأفة اللي حصلت في اسم شريفي معسكر زمزم الطيارة بذاته ما مسك لنا، حس الناس كله شغالين في الوادي وما داي الحمد لله بارك الله فيه ديني ديني وسالم فيه كازاين نزلنا في حلة بقول له كبكة جم شنقل طوباي طابي لمنطقة شنقل طوباي كان هنا قاعدين في أمن وأمان بنزرة ونحصد وكان الخير موجود، لكن كان حصلت يعني كان في ميليشيات جو حرقوا الحلة. والله الحرقوا القرية دي ما أصلا هو ميليشيات بس ما معروفة، لكن ما بقدر بقول بحدد لك، لكن في ميليشيات يعني راكبين حصين ومصلحين. بعدك لجأنا إلى المعسكرات باعتبار منطقة آمنة بحثاً عن الحياة، جينا قعدنا هنا في المعسكرات، ولكن هل بعد ما جينا هنا ذات سلمنا؟ ما سلمنا خالص، يعني حتى في داخل المعسكرات عشان قرر نزل منك لقينا رواد ده ركبنا ستول جينا هنا وقاتلوا للناس وبنى الدل اختصبوهم وأي أزول الله يتعبهم كده. بعدك تان جينا المعسكر زمزم هنا لما جينا هنا قابلنا مع السكتي، لكن في البداية كان في منظمات آمنة في دارفور كان متوفر الإشي بصراحة، لكن بعد طرد المنظمات يهو الناس لقتل معنا. وقبل ما طرد المنظمات كان يعني أيزر إنتو كرتو كان بصرف، لكن بعد ما طرد المنظمات وفي سياسات أخرى القروض ذات وضاعت والناس يعني حسي لحتى الآن الناس ما يشين في معنا. يعني الحكومة اللي كانت يعني بتمارس ضدنا نحن نوع من الحرب الاقتصادي وحرب البدني وهروب الاقتصاد، يعني لقى انه نازل دايرين اول منظمات دايرة يهيئ الانسان بتاع دارفور فقام طردهم، يعني اكثر من 13 منظمة مطرودين. والله منظمة بتاع دبليو الحصة كان يعني كان الناس بتصرف الحصة كان في كل شهر، لكن لما انخشت المؤتمر الوطني والسياسات دي هو عمل خلخل للناس ونقص القروض وعمل موضوع رقم بسمة مع بسمة والقروض فقدت. وحتى الان يعني انا هسي الحصة حقتنا موقفينه بودو اسكوب ما اسكوب، وانا هنا رافضين الكلام ده تماما. اي والله لكن بسيط ما قاعدين بدونا كاميزان قاعدين بدونا من هنا من كرت نفر بدونا 400 ولا كم 400 وكان بعد ما بدونا مستمر بعد 8 شهور بعد بدونا، لكن لو ما قاعدين بدونا وصل كان بعد خلاصكم ما قاعدين بدونا ذات. يعني الحصص الغذائية عدد من 320,000 نسمة الموجودين الآن مستقرين نوعا ما في المعسكر، اللي بيتلقوا المساعدة الغذائية أقل من يعني كم 47 نسمة، وال 47 ذاته في عام 2019 ما استلمنا ولا حصة، وفي عام 2000 في مرة واحدة في عام 2000 باتفاقية 2019 استلمنا مرة واحدة بس، وفي عام 2018 كان نخطط لنا شهر 7 وشهر 10. ناس برنج الغذاء الان بده فواتير بتاع غذاء للتجار، التجار هم اللي بيجيبوا الاكل. التجار ديل يعني كان بيفرضوا حتى على المنظمه انه يشتغل بنسبه ارباح حقه. انا متذكر الدور اللي فات ده في بعض الاصناف من المواد الغذائيه حقنا سرقوه، اديك سرقوه كيف؟ اكثر من 40% خاطين ارباح اكثر من 40% من سعر السوق الاصلي، تلقى في بناء يجيبوا يحطوا ربح اكثر من 40 ويفرض على المنظمه انه يا تشتغل بالسعر ده يا ما تشتغل.
وفي بدا علينا اكتشفنا وبشهادات بتاع الرجل الغزال العالمي ذاته انه في بدا فاسده التجار الخمسه دي جابوا لنا بدا فاسده منتهيه الصلاحيه شهر واحد دبج بدوك كرت 200 جنيه اول من كرت بدنا 200 جنيه 200 جنيه تجري شنو حاجات دبك خواله وتا هسه كمان قارو زي عندنا تسع شهور صرفنا عندنا 8 شهور كان جانا قبل رمضان داك عمرنا كرت 800 جنيه داك بعد 8 شهور بعد داك جانا من مرتاح خلاص وقت المنظمات العدل الان الشغال ده هي ذاتها في قبضه يعني المواطن الوطني نوريك يعني اساسا لما تجي الفاجر اكثر من 40 50 يقول لك انا منظمه وطنيه منظمه وطنيه وما عندها قروش وما عندها اي حاجه بل هم مجندين اجهزه امنيه اول حاجه ناقصنا الغذاء بنعاني كثير من موضوع الغذاء والعلاج المشكلتين ده بس وبالبر من ده الوسائل بتاع الكسب وسائل الكسب بتاع المعيشه ذاته عليها ما عندنا كان زمان احنا معظمنا رعاه ومزارعين يعني بنشتغل في مزارع بتاعنا لا فقدنا المزارع بتاعنا وفقدنا المناطق الرعويه بتاعتنا